مشاهدينا اهلا بكم في نشرة اقتصادية مفصلة تأتيكم من قناة النيل للأخبار ونبدأها بأهم العناوين. خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص بالساحل الشمالي مدبولي يؤكد انفتاح الدولة على جذب الاستثمار المحلي والأجنبي. وتراجع معدل التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.5% في يونيو مع تباطؤ نمو تكاليف الأغذية والطاقة. وأسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى لها في شهرين وسط توقعات بارتفاع الطلب. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الساحل الشمالي لمصر يعد واحدا من الأيقونات الكبيرة التي من شأنها أن تكون نقاط جذب للاستثمار الخارجي المباشر ومقصدا سياحيا عالميا على مستوى العالم وعلى مدار العام. قال مدبولي خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن مشروع ساوث ماد بالشراكة مع القطاع الخاص بالساحل الشمالي، قال إن إقامة مثل هذا المشروع من شأنه تشجيع التوطين وخلق فرص عمل بالمنطقة. شراكة استثمارية جديدة بين الدولة والقطاع الخاص في مشروعات بالساحل الشمالي، تلك المنطقة المصرية الواعدة التي بدأت تجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، حيث أوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عالمي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة تفاصيل المشروع. الساحل الشمالي لمصر هو الوجهة اللي هتكون الدولة تركز عليها أولاً لتعظيم قطاع السياحة وخلق عدد كبير جدا من الغرف الفندقية والسياحية في هذه المنطقة اللي من شأنها انها تضاعف عدد السياح اللي بيجونا في مصر، والاهم ان هذه المنطقة بظروفها المناخية وبطبيعة ارضها هتكون واحدة من اهم النقاط اللي ممكن ان احنا نوطن فيها الزيادة السكانية المستقبلية لمصر في خلال الفترة الجاية. كما أكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع يعمل على مضاعفة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر وزيادة فرص العمل للشباب. احنا بنؤكد أن احنا كدولة منفتحين تماما على جذب الاستثمارات سواء محلية أو أجنبية، لأن كل ده هيساهم في زيادة إن شاء الله نمو الاقتصاد المصري، زيادة زي ما قلنا فرص العمل، تخليق يعني عوائد مستدامة للدولة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وبالتالي احنا فعلا بنعظم من أصول الدولة اللي موجودة، وده كله كان في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة اللي أعلنتها الدولة. ومن جانبه أشار هشام طلعت مصطفى المستثمر وشريك القطاع الخاص مع الدولة أن قيمة المبيعات المتوقعة للمشروع تصل إلى 1.6 تريليون جنيه. تبلغ قيمة المبيعات المتوقعة لمشروع الساوث ميد حوالي 1.6 تريليون جنيه مصري، ما يقرب من 35 مليار دولار أمريكي، وهو أكبر قيمة مبيعات لمشروع سياحي عقاري متكامل في تاريخ جمهورية مصر العربية. وهقول لحضراتكم خبر صار، تم فتح باب الحجز أمس الساعة 5 بعد الظهر لغاية 5 الفجر. المشروع حقق مبيعات حقيقية 60 مليار جنيه، 60 مليار جنيه. كما أشار المؤتمر إلى أن دخل الدولة من المشروع يصل إلى تريليون جنيه، كما أنه يوفر أكثر من مليون فرصة عمل للشباب. سيولد هذا المشروع للدولة المصرية من خلال الضرائب السيادية المباشرة وعوائد المشروع، حصة الدولة في عوائد المشروع 1 تريليون جنيه، أي ما يقرب من 21 مليار دولار. استثمارات قوية وشراكات بين الدولة والقطاع الخاص تؤكد أن الدولة تعمل على تعظيم مواردها الاقتصادية في العديد من المجالات. مؤتمر صحفي عالمي من مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة يبعث برسالة إلى كل دول العالم، مفادها أن مصر أطلقت العنان لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، كما يؤكد أن مصر نجحت تماما في مشاركة القطاع الخاص ودعم الاقتصاد المصري، ويؤكد أيضا
على أن مصر لديها العديد والكثير من المقومات الاستثمارية التي تجعلها تتربع على عرش الاستثمار في كل مكان وفي العديد من المجالات. من مقر مجلس الوزراء، أحمد أبو الحسن، النيل للأخبار. ولمتابعة أكثر ينضم إلينا عبر اتصال تليفوني الأستاذ خليفة أدهم، الكاتب الصحفي بالأهرام. ويعني أستاذ خليفة، تحية وأهلا بحضرتك معنا. في البداية، أهلا بحضرتك. رئيس الوزراء أعلن اليوم عن مشروع ساوث ماد من خلال الشراكة الاستثمارية بين الدولة والقطاع الخاص بالساحل الشمالي، ودي باستثمارات بتقدر ب 21 مليار دولار. نتائج متوقعة، نتائج كبيرة وعائد على الاقتصاد المصري، وطبعا توفير أكثر من مليون فرصة عمل كما ذكر يعني أستاذ طلعت مصطفى، ويعني دخول أيضا منتظر لدخول حوالي تريليون جنيه مصري لخزينة الدولة. في البداية، يعني الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وهذا ما كنا نتحدث عنه من يعني سنوات، وأيضا لإتاحة الفرصة بشكل أكبر للقطاع الخاص في الاستثمار، كيف ترى ذلك؟ الحقيقة هذا المشروع، وزي ما حضرتك ذكرتي تفضلتي أستاذة حنان، والتغيير اللي عرضتوه هو نقطة تحول مهمة جدا، بيعكس قد ايه ان الدولة عازمة على تشجيع القطاع الخاص وعلى دفع وتعزيز دور القطاع الخاص، على تعزيز دور القطاع الخاص في ضخ مزيد من الاستثمارات، والحقيقة زيادة مساهمته في الاستثمارات ومشروعات التنمية في مصر، كما كان مستهدف من وثيقة سياسة ملكية الدولة الذي صدرت منذ فترة. كان بيستهدف رفع مساهمته في التمويل مشروعات والاستثمارات، الإجمالي الاستثمارات العامة المستهدفة في الخطة الاقتصادية، من حوالي 28 أو 25 إلى 65%. فده بيعكس قد إيه إن الدولة والحكومة عازمة بالفعل على تشجيع القطاع الخاص، وأن ما تم تنفيذ هذا الالتزام. نعم، وما تم الحقيقة من مشروعات قومية كبرى فيما واستثمارات ضخمة تم ضخها على مدى السنوات الماضية في البنية الأساسية، زادت من تنافسية مناخ الاستثمار وفرص الاستثمار في مصر، وإن هناك الحقيقة تعظيم لعوائد الأصول المصرية والاستثمار بالتالي في هذه الأصول، وخاصة الساحل الشمالي بما يمتلكه ويتمتع به الحقيقة من مزايا تنافسية عالية جدا جدا، كما ذكر السيد سعادة رئيس مجلس الوزراء، فخامة رئيس مجلس الوزراء، وأكد أن هذه المنطقة بما تتمتع به من مزايا عديدة جدا ومناخ مشجع وما إلى ذلك، ساعد على جذب مزيد من الاستثمارات، سواء استثمارات خارجية وأجنبية متمثلة في مشروع رأس الحكمة، وشفنا قد إيه كان مهم جدا، وأيضا اليوم مشروع مهم جدا جدا لضخ مزيد من الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص المصري على ضخ مزيد من الاستثمار في مشروع تبلغ حجم استثماراته زي ما حضرتك ذكرتي وزي ما ذكر التاريخ 21 مليار دولار، يعني فيما يتوقع عن مبيعاته تصل الى 35 مليار دولار، يزيد او يضيف للناتج المحلي الاجمالي 2.4 تريليون جنيه، اي نحو برضه 21 مليار دولار. فاذا احنا بنتكلم الحقيقه ايضا ما مهم جدا ما ذكره السيد هشام طلعت مصطفى رئيس احدى الشركه المنفذه للمشروع بالشراكه مع الدوله بما تمتلكه بالحقيقه من مقومات وخبرات ناجحه في هذا المجال، سواء التطوير العقاري او الفندقي، المشروعات الفندقيه والفنادق. اذا الحقيقه هناك ثقه كبيره جدا ايضا سواء المواطنين المصريين او الاجانب، لان لما تابعنا قد ايه اطلاق الاعلان الترويج لهذا المشروع عالميا وليس مصريا، اذا هو الحقيقه بيركز على جذب مزيد من الاستثمارات الخارجيه في تصدير العقار في مصر، وده الحقيقه مهم جدا. فكما ذكر ايضا استاذ خليفه انه طوال العام ليس فقط في شهور
أو في أشهر الصيف فقط، لأنه بالفعل سواحل البحر المتوسط وسواحل البحر الأحمر اللي بتمتاز بيها مصر الحقيقة لها طبيعة خاصة مش موجودة في أماكن وجاذبية فعلا. فإذا الحقيقة الموارد الدولارية، خلينا أكد على الموارد الدولارية اللي هيكسبها هذا ويحققها هذا المشروع، سواء في تصدير العقار أو زيادة نسبة السياحة وعدد السائحين في مصر، هيضيف 2000 غرفة سياحية فندقية بالإضافة إلى الحقيقة الوحدات الفندقية اللي هيتم تأجيرها لأول مرة في مصر عن طريق شركات عالمية. إذن ده استثمار مهم جدا جدا، هيحول الأصول اللي في الساحل الشمالي اللي كنا كلنا بنتكلم عنها على مدى السنوات وخبراء الاقتصاد على مدى السنوات الماضية إلى كيفية تعظيم الاستفادة من هذه الاستثمارات اللي تصل إلى تريليون، إلى استثمار طول السنة وعائد. أستاذ خليفة أدهم الكاتب الصحفي بالأهرام، شكرا جزيلا لك وبعتذر لضيق الوقت. التقى رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اليوم ممثلي تحالف سيجنافي فيليبس وجيلا في إطار استعراض عدد من المشروعات الجديدة المقترحة، وبحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة. تم خلال اللقاء استعراض 4 مشروعات جديدة مقترحة لتحالف الشركات سيجنافي فيليبس وجيلا باستثمارات تبلغ 100 مليون دولار، وذلك في إطار العمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى مصر والعمل على توطين مختلف الصناعات. أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد أكدت ارتفاع حصة الاستثمارات الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة تدريجيا من 15% خلال 2020-2021 إلى 40% خلال 2022-2023. جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط نيابة عن رئيس مجلس الوزراء بحدث إطلاق التقرير الخاص بمراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر والمعد من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. أضافت الوزيرة أن مصر تهدف إلى توليد 1.5 مليون طن سنويا من الهيدروجين الأخضر والمنتجات المرتبطة به بحلول عام 2030. قال المتحدث باسم وزارة التموين أن إنتاج البلاد من الغاز يبلغ حاليا 5.7 مليار قدم مكعب يوميا. أضاف المتحدث أنه تم الاتفاق على 21 شحنة من الغاز المسال ستصل إلى مصر خلال فصل الصيف، إضافة إلى كميات وشحنات أخرى من المازوت. أضاف المتحدث بأن أول شحنة غاز وصلت بالفعل ويتم تفريغها حاليا لإمدادها في الشبكة القومية للغازات، مما سيجعل مخزون الشبكة القومية للغازات كافيا لتغطية الطلب الكبير في الصيف. نتحول للبورصة المصرية التي تباين أداء مؤشراتها لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء وسط ترقب لإعلان تشكيل الحكومة الجديدة خاصة الحقائب الاقتصادية. صاحبتها عمليات إعادة بناء المراكز المالية للمستثمرين مع بداية الربع الثالث من العام المالي. بلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة إلى 1.897 تريليون جنيه بعد تداولات كلية بلغت 112.5 مليار جنيه. أغلق مؤشر البورصة الرئيس EGX30 على ارتفاع بما يعادل 0.23% وعند الإغلاق وصل إلى 28,033.32 نقطة. أما EGX7 للأسهم الصغيرة والمتوسطة كان هناك تراجع بما يعادل 0.31% ووصل عند الإغلاق إلى 6,227.74 نقاط. أما EGX100 الأوسع نطاقا فقد انخفض أيضا بما يعادل 0.16% وصل عند الإغلاق إلى 9,056.95 نقطة. ذكرت صحيفة جلوبس الاقتصادية الإسرائيلية أن التكاليف العالية للحرب على غزة قد دفعت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية لرفع سعر البنزين اعتبارا من أول يوليو الجاري ليصل إلى 7.56 شيكل للتر. أضافت الصحيفة أن عودة الارتفاع في الأسعار تأتي بعد أن انخفضت أسعار البنزين بمقدار 0.38% شيكل في بداية يونيو الماضي بعد 5 أشهر متتالية من ارتفاع الأسعار. أوضحت الصحيفة كذلك أنه خلال يونيو سجل سعر الشيكل انخفاضا مقابل الدولار الأمريكي، مما جعل برميل النفط أكثر تكلفة للاستيراد بالنسبة لإسرائيل.
إلى منطقة اليورو، حيث تباطأ التضخم هناك بصورة طفيفة خلال يونيو الماضي بما يتوافق مع التوقعات. ومع تباطؤ نمو تكاليف الأغذية والطاقة وارتفاع أسعار الخدمات، أظهرت بيانات رسمية ارتفاع أسعار المستهلكين بمنطقة اليورو بما يعادل 2.5% في يونيو على أساس سنوي بعد زيادتها 2.6% في مايو. ظل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والتبغ عند مستوى 2.9% بينما كان متوقعا وصوله إلى 2.8%. في سوق النقد الأجنبي، صعد الدولار اليوم مدعوما بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية في وقت ظل فيه الين الياباني عند أدنى مستوياته منذ عام 86. هبط الين الياباني إلى 161.74 مقابل الدولار، وصعدت العملة الأوروبية اليورو بما يعادل 0.11%، ووصل إلى 1.7% مقابل الدولار. كما انخفض الجنيه الاسترليني بما يعادل 0.14%، ووصل إلى 1.26 مقابل الدولار. نتحول لأسواق البترول العالمية، حيث وصلت الأسعار ارتفاعها لتبلغ أعلى مستوياتها في شهرين، مدفوعة بتوقعات زيادة الطلب على الوقود في موسم السفر الصيفي واحتمال اضطراب الإمدادات بسبب الإعصار بيريل. سجلت العقود الآجلة لخام مزيج برنت ارتفاعا بواقع 70 سنتا، ووصلت عند التسوية إلى 87.3 دولار للبرميل. أما خام الأمريكي فقد ارتفع أيضا بما يعادل 68 سنتا، وسجل عند الإغلاق 84.6 دولار للبرميل. في أسواق المعادن النفيسة، تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، حيث أدت التوقعات بشأن أسعار الفائدة الأمريكية إلى عزوف المتداولين إلى حد كبير عن أسواق المعادن، فضلا عن ترقب كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول في وقت لاحق اليوم. انخفض الذهب بما يعادل 0.26%، ووصلت الأوقية إلى 2326 دولار للأوقية. أما الفضة فقد تراجعت بما يعادل 0.51%، ووصلت إلى 29.3 دولار للأوقية. أما البلاتين فكان هناك ارتفاعا في أسعاره بما يعادل 0.35%، ووصل إلى 978.4 دولار للبرميل. إذن انتهت مشاهدينا نشرتنا الاقتصادية المفصلة، ولم يبقى سوى التذكير بأهم العناوين. خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص، رئيس الوزراء يعلن على أن الساحل الشمالي أيقونة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. تراجع معدل التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.5% في يونيو مع تباطؤ نمو تكاليف الأغذية والطاقة. وأسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستويات لها في شهرين وسط توقعات بارتفاع الطلب. شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. ابقوا دائما صحة، وابقوا دائما معنا قناة دليل للأخبار، دائما الأقرب إليك. تحياتي.